شعور التخريج كتير حلو، بكفي انه الاهالي بيكونوا مبسوطين فينا. بحب اشكر دكاترتي وكل الكادر التعليمي اللي بالجامعة والاداري طبعا. شكرا كتير، والله يدوق كل مشتهي هاي الفرحة. اكيد مشاعرنا ممزوجة ما بين الحزن والفرح، الفرح لانه خلصنا مرحلة كتير كبيرة من حياتنا، وهلا والحزن لانه رح نفارق المكان اللي احنا بنحبه واللي كان بيتنا الثاني ودكاترتنا اللي كانوا معنا واكيد اصدقائنا. انا شعوري كخريج يعني خلال السنوات اللي درسناها في الجامعة انجاز عظيم طبعا، وإشي كثير حلو انك تخلص مرحلة كبيرة في حياتك اللي هي الجامعة. وطبعا واحد بتزلي الجامعة واللي فيها من كادر تعليمي من الطلاب، وبشكر جامعتي وبشكر الكل طبعا، اكيد جامعتي اختياري.